النادي الأهلي. إن إحنا في دولة الإمارات الشقيقة ونشوف حسن الاستقبال والضيافة والإمكانيات والمحبة، فعلا يعني كل حاجة مميزة في رحلتنا لدولة الإمارات الشقيقة، وبشكرهم تاني على حسن الاستضافة. ويمكن يعني أنا كان لي حظ إن أنا بقى موجود في كأس العالم للأندية 3 مرات، وامبارح لما شفت الإمكانيات والنظام فعلا حاجة بالعكس بتفوق حتى التنظيم في اليابان، لأن أنا أتخيل اليابان نفسها. لكن امبارح أنا قلت الكلام ده مش بقوله من جملة، قلت إن التنظيم هنا والاحترافية اللي موجودة يمكن بتفوق اللي أنا شفته في كأس العالم في اليابان. فبنشكرهم طبعا وبشكر اللعيبة تاني وبقول مبروك لجماهير النادي الأهلي. هذه شهادة نعتز فيها كابتن، من كابتن قدير مثلك نفتح الآن المجال، تفضل. مساء الخير يا كابتن حسام، والف مبروك النهارده على التتويج. انا امير عبد الحليم من موقع في الجول. سؤالي لحضرتك، هل توقعت السيناريو اللي اقيمت بالمباراه؟ انا كنت سالت حضرتك في المؤتمر الصحفي قبل الماتش عن التحفظ واذا كان نهائي الكاس ممكن يتكرر النهارده، فحضرتك قلت ان كل مباراه ليها السيناريو بتاعها. النهارده شفنا تقريبا نفس السيناريو بتاع نهائي الكاس، فهل حضرتك توقعت نفس السيناريو وهل توقعت طريقه لعب النادي المصري النهارده؟ سؤالي الثاني، كابتن حسام حسن قال ان الاهلي ما كانش هيكسب لولا خطا احمد مسعود، فهل حضرتك تتفق معاه؟ شكرا. طبعا خلينا اقول لابد كل التوقعات تبقى موجوده، ويمكن النهارده بالعكس يعني التوقعات كانت موجوده ان ممكن في البدايه يبقى في شفنا في جوده لو كان لعب التصنيع او النصر للتعدين، وكان كل الحسابات طبعا والاسماء موجوده عندنا، فعرفنا طبعا ان ممكن يبقى في تحفظ شويه من فرقه المصري، وفي نفس الوقت في بعض الاحيان هيبقى في محاولات، وكان في محاولات في البدايه ان يبقى في ضغط هجومي من مصري، لكن اعتقد ان فرقه المصري النهارده ما قدرتش تعمل الضغط الهجومي. والدليل على كده ان احنا كنا بنحضر من تحت على طول بشكل مستمر، اغلب اوقات المباراه بتحضر من تحت وهي عامله زوم في نص ملعبها. اعتقد فرقه مصر كانت مضغوطه معظم وقت المباراه، يعني الضغط وكانت محاولات الهجوميه تبع مع التنظيم اللي كان موجود عندنا ما نفتكرش ان كانت في فرص واضحه لفرقه المصري خالص. فيمكن في اوقات النتيجه ما بتدلش على سير المباراه، لان النهارده في فرص كتير جدا لينا، وانتم شفتوا طبعا في فرص كتيره واضحه كتير، فرص يعني مؤكده، لكن ما كانش في توفيق فيها. لكن اصرارنا خلانا نتعامل برضو مع فرصه من الفرص، ان احنا بالضغط اللي احنا كنا عاملينه بشكل مستمر يبقى في برضو خطا لفرقه المصري. فاعتقد ان الاهلي كان افضل كتير كتير قوي النهارده، يعني مش اعتقد، هو الاهلي كان افضل كتير. سؤال اخر، تفضل. عايزين نعرف تعليق حضرتك على التحكيم النهارده، والكابتن حسام حسن برضه كان ليه تحفظ على التحكيم، فنعرف برضه تعليق حضرتك. لا انا ماليش تعليق على التحكيم خالص، يعني التحكيم النهارده التحكيم مميز، كل الاشياء اللي موجوده لا تؤثر، حاجات بسيطه جدا لكن مش اخطاء كمان، وممكن احنا نبقى احنا الغلطانين، لكن اكيد انت عارف مباراه ونهائي بيبقى فيها شويه عصبيه من الأجهزة وكده، لكن أعتقد التحكيم مميز النهاردة. بالعكس بنشكر، أنا بقول كل جوانب المباراة مميزة بما فيهم التحكيم الإماراتي النهاردة. تفضل. أنا إماراتية، ألف مبروك كابتن حسام. يمكن الأهلي يعني هذا أكثر من مرة لعب في الإمارات، يمكن اكتسب الخبرة بالذات في هذا الملعب، ملعب أستاذ فزاع بن زايد، ده ممكن يكون له تأثيره، على عكس المصري اللي أول مرة يلعب السوبر، أول مرة يلعب خارج مصر يعني. فهل تعتقد أنه ده كان له تأثير؟ الشيء الثاني يعني هل توقعت أنه المباراة تمتد لأشواط إضافية؟ توقعت إيه؟ هل توقعت أن المباراة تمتد لأشواط إضافية؟ ولا كنت بتسعى لأنك تحسمها من الأشواط الرسمية؟ بالنسبة للسؤال الأولاني، طبعا حتة ان احنا نلعب في الاستاد المميز استاد هزاع بن زايد، طبعا استاد مميز زي ما انا قلت في وصفي للتنظيم والإمكانيات اللي موجودة، ويمكن كان لنا الحظ
ان احنا نلعب قبل كده السوبر قبل اللي فات ونفوز هنا، فاكيد يعني مش عمليه خبره ان احنا لعبنا عليه مباراه واحده، فما فيش تكرار يعني، يعني دي ما بتؤثرش بشكل كبير، فما لهاش يعني ادفانتج يعني ميزه للاهلي عن المصري لا خالص. لكن على الجانب الاخر اذا ما انا قلت لو بتقول لي احنا هل توقعت ان المباراه تصل الى الوقت، لازم كمدرب اعمل حساب على كده، ودي على كده ان انا تغييرات النهارده بطيئه يعني، لان ممكن المباراه تنتهي والوقت الاصلي ينتهي ويخش في الاكسترا تايم، فكل الكلام ده معمول حسابه يعني. ده اكيد ان انا كنت بفكر في الاكسترا تايم لو جه هعمل ايه، وما بقاش في استعجال في التغييرات الا لو كان في حاجه في سيناريو المباراه بتستدعي ان انا اعمل تغييرات، لكن كان كل تفكيري في المباراه في كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجوده حول المباراه. اتفضل. ما زالت الافراح مستمره، المؤتمر الصحفي الخاص طبعا بكابتن حسام البدري. يعني احنا الفنيات موجوده في المباراه الصراحه، لكن الفرحه كابتن بتخليك تتكلم على ذكريات جميله في الكيان الكبير والتاريخ الكبير لنادي الاهلي وبطولاته العديده والكبيره ومجهودات كبيره، سواء بقى للاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره طبعا، دي رابع بطوله في عهده حتى الان، لسه ان شاء الله مستمره ان شاء الله لمده 4 سنوات قادمه، بطولات كتيره هتضاف للنادي الاهلي. يعني اكيد يا كابتن احنا بنتعلم من نجوم كبار زي كابتن عادل الخطيب، وتواجده اعتقد بشكل كبير بيدي دافع اقوى للاعبين. كابتن عادل، شوف انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. اولا